فن النحت هو أقدم الفنون اللي يعرفها الإنسان من بداية العصور يعني القديمة اللي هي ما قبل الميلاد 5000 قبل الميلاد. الحضارات اللي موجودة لغاية الآن قائمة، حضارة بابل، الحضارة السومرية، حضارة الفراعنة، المايا، كثير من الحضارات اللي قامت على النحت ولا زالت موجودة. وهذه المنحوتات كانت عبارة عن تجسيد لناس معينة، كانت يعني من الأشراف يسمونهم أو الأباطرة أو القيصر مثلا، كانوا يجسدونهم أو يخلدونهم للتاريخ يعني. هذا اللي حببني فيه النحت، المخاطرة والخشونة اللي فيه والدفاشة. أحب يعني الشيء اللي يفرغ الطاقة اللي فيني، فيني طاقة يعني ما تفرغت في الرسم، في أي شيء ثاني ما تفرغت. عندي هواية ثانية حتى ركوب الخيل عندي وتدريب الخيل، لكن النحت هو الوحيد اللي طلع الطاقة اللي فيني هذه، اللي أقدر إني أنا أشتغل، خاصة يعني مثلا بالإزميل هذا والمطرقة، يعني عشان تطق فيها عشان تحفر الخشب تحتاج إلى قوة جسمانية، تحتاج إلى طاقة. مشاهدينا طبعا شفتوا هالتقرير، ما شاء الله يعني شغله ابداع في فن النحت، وطبعا غير ان هذا عنده هوايات كثيره. نتعرف على الشاب المبدع في فن النحت. طبعا حياك الله بدايه فهد الهاجري، حياك الله. الله يحييك. طبعا احنا قلنا وعرفنا المشاهدين ان انت كانت لك مشاركه في فعاليات بالولايات المتحده الامريكيه، كلمنا عن هالموضوع. يوم كان يوم اسمه يوم النحت العالمي على الخشب، اوكي، او يوم الاخشاب العالمي. سبق ان شاركت معاهم انا في ملتقى يعني سابق في نيبال قبل سنه تقريبا. السنه هذه صارت في الولايات المتحده الامريكيه على شكل اكبر، يعني كنا 112 دوله تقريبا. الحمد لله العمل، احنا كنا فريق، انا واستاذ عبد العال الجري صديقي وزميلي بالورشه، وكان معانا الاستاذ الكبير النحات المغربي محمد العادي. فريقنا الحمد لله تميز عن باقي الأفريقة، وعملنا يعني راح حق جامعة ساكرامنتو على ما أظن في كاليفورنيا، اختاروا من بين 150 عمل. يعني نقدر نقول المشاركة كانت هم من ضمن الدعم الحكومي؟ ضحكتيني بالسالفة. دعم، ما في دعم كلش. ما في دعم؟ كلش نهائيا، يعني اللي يقول في دعم أنا أقول أنت غلطان، يعني طرقت كل البيبان. للاسف يعني هيئه شباب رياضه، يعني حاولت انها توصل. اي هيئه شباب رياضه عشموني لغايه تقريبا قبل المهرجان او قبل الملتقى باسبوعين، قالوا لي ماكو شيء لك. المجلس الوطني كذلك نفس الشيء، وين اي باب اطرقه يقولوا لك يعشمونك ويقولوا لك اوكي وهذا وانت ولدنا وانت وكذا وابن البلد، بعدين يقول لك والله ماكو ميزانيه. ما في دعم. ما في دعم. حلو، ننتقل حق السؤال الثاني. بالنسبه حق النحت، تقدر مثلا تحولهم على شخصيات اشكال؟ اي طبعا، هو كل شيء ممكن النحت، يعني انت ممكن تنحتين عادي، ما يكون فيها صعوبه. لا ما في صعوبه ان شاء الله. هي طبعا مو مثل التجريد مثلا، لان في ديتيلز، في تفاصيل مثلا. اي بس انا اللي اقصد فيه حتى الاشجار تحولهم على تحف، شلون؟ هو طبعا احنا النحت يعني هي تكون قطعه شيره مهمله او مرميه. للاسف يعني انا ودي اوجه رساله حق يعني مثلا شرطه البيئه انه شوي يخفون علينا يعني. ليش؟ لان ملاحقيني 24 ساعه يعني، ما ادري وين عسى ما اشوف الشيره طايحه ابي اخذها، ليتني دوريه، اتيتني شرطه البيئه، زين يا جماعه طايحه خلوني استفيد منها. لان بالنهايه راح تروح للمحرقه يعني، راح يعني تاخذها بعديه يقطونها محرقه يعني، فاستفيد منها انا. حلو. شركة النفط والله ما قصروا معانا في السمبوزيوم اللي قمناه قبل تقريبا شهر هني في
في الكويت. كان سيمبوزيوم دولي، انا كنت المشرف الميداني والمنسق حق الملتقى هذا، وسويته من A to Z على قولتهم، يعني معدات الفنانين اللي حتى اللي اخترتهم وجبتهم من برا. كان بالنسبة ملتقى أنا جميل. ما قاعد قلت لي تجيبهم من برا، بالنسبة حق التكلفة ايش كثر تكلف عليك بالنسبة إذا كانت معدات خاصة حق النحت؟ المعدات والله يعني أنا الحين توني شاري من شهر $1,500 تقريبا. بالكويتي؟ إيه حوليها بالكويتي للنص تقريبا 450-500 دينار. غلي يعني أسعارهم. إيه في أشياء وايد غالية يعني، ومو موجودة أساسا بالكويت. يعني أنا خذيتها من أمريكا. وكانوا بيوقفونه بالشحن وكذا، وهذا ليش انه من شهر على حاده وهذا. فالحمد بس الله. الحلو ان انت تعوض بهالشيء، لان انت لما تنحت الشغله بعدين تطلع لك غاليه. من ناحيه اذا كنت بتبيعها في اشياء في عندي قطع ما ابيعها، خليها عندي محتفظ فيها، لها مكانه خاصه عندي. ماني عارف ما تفرط فيها. ما افرط فيها. شنو السبب داخلي ان احبها هذه القطعه؟ احبها. في قطع تكون اقوى منها مثلا تنباع عادي، لكن هالقطعه هذه لا ما ابيها، احبها. انزين، وبالنسبه حق النحت اللي ابدعت فيه، اعتبره هذا وراثه انت ورثته مثلا من ابوك او من احد من اهلك، ولا هالشيء من داخلك؟ انا ما قاطعك لان انا كنت ادري بدايتك كنت رسام. اي انا بدايه رسام. اوكي، ف طلعت من الرسم دخلت في عالم النحت، شدني اكثر، لقيت نفسي فيه. لا والله هو مو وراثه يعني. يعني شيء اكتشفته من داخلك. اي يعني بدايه الرسم كنت وانا صغير، يعني ما خليت طوفه بالبيت ما شخبط عليها، ما خلي كذا، فاي شيء ورقه القاها يعني ارسم عليها. فبعدين شوي شوي الوالده الله يطول بعمرها يعني نمت الشيء هذا فيني، دخلتني معاهد كذا وانا صغير. انزين، والوقت اللي تاخذه من ناحيه النحت خصوصا اذا بتجسد شخصيه معينه، ايش كثر وقت ياخذ منك؟ مده طويله ولا قصيره؟ طبعا بالنحت المده تعتمد على الموضوع وعلى الحجم. يعني في احجام ممكن تشوفينها انت صغيره يعني 10 سنتي، لكن تاخذ وقت اكثر من المتر بالنسبه حق التدقيق. اي لانها فيها دقه عاليه جدا، يعني لازم انت تمسكها وشوي شوي تنقش فيها شوي شوي عشان تطلع التفاصيل اللي فيها. اما الاعمال الكبيره يعني مثلا حتى لو تفاصيل، لكن تكون كبيره التفاصيل. انت حتى بعد تقضي ساعات طويله بورشتك، ومرات تطول يمكن بالايام. اي ساعات ايام تختفي عن الكل تقعد. اي لان ساعات لما يكون عندي مثلا معرض، زين خاصه لما تكون معرض قريب مثلا، احيانا في بعض المعارض يقول لك والله عندنا معرض الاسبوع الجاي. اي فلازم تضطر ان انت تسوي لك عمل او عملين، يعني فخلال الاسبوع هذا لازم تقعد انت يعني مجاب الورشه ومجاب شغلي. حلو، عندي شيء يرتبط عن هالشيء بالنسبه حق انت قلت انه اذا كان عندك شيء تذهب نفسك تقعد فيه ايام. كلمنا عن الاشياء اللي قدام انت ناوي عليها، او مثلا المهرجانات الجاية، أو في شيء أنت حاب تقدمه؟ والله بالنسبة حق المهرجانات الجاية يعني للحين ما في شيء، خاصة عندنا بالكويت لأن فترة الصيف يوقف كل شيء عندنا. مشاركات خارجية إن شاء الله، في مشاركات يعني جاية بالطريق إن شاء الله. إن شاء الله. في مشاركة في البرازيل، في مشاركة في إيطاليا إن شاء الله. أي. بس للحين ما صار في تأكيد يعني. إن شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون في تاكيد باذن الله. وطبعا يعطيك العافيه على هالابداع، نورتنا اليوم، داهمنا الوقت ضيفنا فهد الهاجري، يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد استمتعت اليوم، لكن قبل لا نطلع معانا اليوم بعد هالفاصل راح تكون معانا الزميله المتالقه الناقده الساخره ليلى احمد، عندها لسعه حلوه، شنو منو ما ندري. خلينا نطلع هالفاصل وتشوفون شنو عندنا.